الذي قررته السلطة العمومية مؤخرا وذلك ابتداء من يومه. هذه الترتيبات الأمنية قد شارك فيها مجموعة من الوحدات الأمنية، سواء منها الوحدات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو كذلك الوحدات المساعدة، واللي الآن غادرت المقر ديال ولاية الأمن اتجاه النقاط المعينة. أعطاتها تعليمات على أساس أنه التطبيق الحرفي لهذا القانون الحجر الصحي، وكذلك حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعة 9 ليلا عوض 10 ليلا كما كان في السابق. إذن أعطات تعليمات صارمة لجميع الفعاليات باش يطبقوا هذا القانون على أرض الواقع، ويتجلى في مراقبة السيارات والمركبات اللي كتدخل لمدينة الدار البيضاء عبر طريق السيارة الخارجي، واللي تضعت لها آليات كذلك سدود جميع النقاط ديال الولوج، سدود كتقوم بمراقبة التراخيص الاستثنائية الممنوحة للأشخاص اللي يمكنهم أنهم يدخلوا لمدينة الدار البيضاء. ما تبقى من المركبات والسيارات وكذلك الشاحنات فتعطات تعليمات وكانت بلاغات كذلك في الشأن، على أساس أنه اللي ما عندوش ترخيص باش يدخل لمدينة الدار البيضاء خصو يمشي عبر المدار أو المحور الخارجي عوض الدخول لمدينة الدار البيضاء، وذلك يدخل هذا الشيء كله في إطار الحد من انتشار وباء كوفيد 19 اللي عرفات مدينة الدار البيضاء كغيرها من المدن، واللي كتعتبر هي الأولى نظرا للأرقام المهولة اللي سجلات مؤخرا، كذلك عدد ديال الوفيات. هذا الشيء كله تفاعلت معه المديرية العامة للأمن الوطني وكذلك ولاية الدار البيضاء بوضع لبنات ووضع كذلك ترتيبات محكمة باش يتوضع هذا القانون على أرض الواقع. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.